الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. يا من لا يشغله شأن عن شأن، ولا سمع عن سمع، ولا تشتبه عليه الأصوات. يا من لا تغلطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات. يا من لا يبرمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين. اللهم أذقنا برد عفوك، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع الضر عنهم يا رب العالمين، اللهم ارفع الضر عنهم يا رب العالمين، اللهم خفف آلامهم يا رب، اللهم ارزقنا وإياهم الصبر. فأقول لجميع مرضانا طهورا إن شاء الله. من غير الصحة يا إخواني يكذب الإنسان، اللي حبه رب العالمين يعطيه صحته يا إخواني، لا مال ولا جاه ولا أي شيء، اللي حبه رب العالمين يعطيه صحته. فنسأل الله الشفاء لمرضانا إن شاء الله. واللي يحب يعرف نعمة الصحة وقيمة الصحة نقول له تي ام في تي دون نفورت لوبيتال، راك معروف في أي سبيطار، روح شوف، روح شوف يا أخي الناس واش راهي تعاني. نسأل الله السلامة فالإخوة اللي راهم قاعدين يمرضوا رواحهم بيديهم، الإخوة اللي قاعدين يمرضوا رواحهم بيديهم، أصحاب الدخان، أصحاب الدروك، أصحاب الشمة، أصحاب التعدي، أكل الحرام والوقوع في الحرام، كلها إنسان يلقي بنفسه في التهلكة. فهذا يا إخواني نقول لكم ونقول لأنفسنا، ربي أعطانا أنكورسا، أعطانا جسد يعني صحيح، فعلاش نمرضوه يا إخوان؟ علاش نمرضوه بهذه الأشياء؟ فلنتب إلى الله، فلنتب إلى الله. أصحاب الدخان روحوا شوفوا باولي كالمات يا إخواني، شوفوا لي سيرفيس كونسيرو، شوفوا يا أخي ادخل في الإنترنت وشوف الدخان المصائب تاع 10 دايز راباش كيف فيه يا إخوان. سبحان الله، أصحاب الشمة، أصحاب البطلة اللي هي الحشيش لا دروغ، سبحان الله، الكول الشراب والعياذ بالله، الوقوع في الحرام وهذه الأمراض تاع الحرام كلها. لا إله إلا الله، اللهم نجينا يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، اللهم عافينا، اللهم عافينا يا رب العالمين واحفظنا. نسأل الله سبحانه وتعالى لوليدات المسلمين جميعا النجاح، راهم في الطريق للمدارس، اللهم وفقهم يا رب نجحهم. ونقول لوليداتنا إن شاء الله بوزات نوتري سبوار، إن شاء الله الأمل كله فيكم إن شاء الله، بوزات لابلين سي بو بارون يسوبخيب دو تو، سي بو بارون يسوبخيب دو تو بور فو، alors essayez quand même de la rendre. Subhanallah, la meilleure récompense pour vos parents inshallah c'est votre réussite. Si ton père il se prive de mettre une basket comme la sienne, si ton père il se prive de mettre un jogging ou une veste comme ta veste ou ton jogging, c'est pour toi. Si ta mère elle se prive, ma fille, c'est pour toi. Alors la meilleure récompense à ta mère et ton père, c'est la réussite, Inch'Allah. Évitez la mauvaise fréquentation, ya ouliadillah, yahfadkoum, Inch'Allah. On prie pour vous, Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a nos prières, il y a vous avez notre bénédiction, Inch'Allah. Mais il faut de votre côté aussi de travailler, 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 Inch'Allah. فأنتم الأمل. اللهم نجحهم يا رب العالمين واحفظهم يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كل غائب سالما يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وجندك، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. نسأل الله الرحمة لأموات المسلمين جميعا، اللهم ارحم أموات المسلمين جميعا، اللهم ارحم أموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم آنس وحشتهم يا رب العالمين، اللهم آنس وحشتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب يا رب العالمين. نلتقي
نلتقي مستمعينا ومستمعاتنا إن شاء الله مع قصص القرآن، نلتقي مع قصص القرآن إن شاء الله. وبعد ما شفنا في الأسبوع الماضي قصة يعني البقرة ولماذا سميت سورة البقرة وقصة البقرة هذه، فاليوم إن شاء الله نلتقي مع قصة أخرى في القرآن الكريم، في القرآن الكريم، وهي قصة مهمة جدا يا إخواني. وقصص القرآن الكريم كله عبرة، كله دروس يا إخواني، سيكو دي لوسون، سيكو دي لوسون دون سي ديستوار دون لو كورون، يعني اللي ذكرهم القرآن الكريم. نلتقي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يوفقني إن شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح لي صدري وييسر لي أمري وأن يحلل عقدة لساني حتى تفقهون قولي إن شاء الله. قصة اليوم إن شاء الله هي قصة نبأ ابن آدم، يعني سي لي دو فيس دادون، ليستوار دي دو فيس دادون إن شاء الله. فنبدأها إن شاء الله بقول الله سبحانه وتعالى يا إخواني، نبدأها بقول الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. هذه الآيات إخواني في سورة المائدة، هذه الآيات في سورة المائدة سي لو فيرسي 31 جوسكو 38 في سورة المائدة يا إخواني إن شاء الله. إذا هذه القصة يا إخواني ستستوار وجود من إن شاء الله لدو فيس دادون إن شاء الله، يعني وين الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اخبرهم النبأ والخبر، يعني انفغم لي سبحان الله، يعني ناغلو يعني en toute vérité ce que يعني ce qui يعني advint aux deux fils يعني دادام يعني lorsque يعني ils ont fait يعني offrant يعني à Dieu leur يعني ablation يعني celle de l'un fut acceptée et celle de l'autre refusée certes يعني فقالوا لأقتلنك certes je te tuerai يعني s'écria celui يعني celui l'a adressé de son frère يعني qui يعني الذي لم يت يعني يعني الذي يعني celui qui n'était pas accepté يعني فقال لأقتلنك. إذن هذه القصة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يدور حديثنا حولها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأولا يا إخواني إن شاء الله رب العالمين يسمي هذه القصة يعني نبأ، واتلوا عليهم نبأ أي خبر العظيم، النبأ هو الخبر العظيم يعني quelque chose d'important يا إخواني. ثم أضاف إلى هذا الخبر يعني بني آدم. إذن فأضاف عرفنا الخبر والنبأ العظيم هذا سكونسيرن كي، إذن سكونسيرن لدو فيس دادون. إذن فالقصة تدور عليهما، القصة في هذه يعني في هذه الآيات تدور حول يعني لدو فيس دادون إن شاء الله. فأولا لابد نعرف يا إخواني
بأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام، ثم خلق له حواء، أمنا حواء، فأبونا آدم أمنا حواء، كانوا في الجنة مهنيين يا إخواني، وعدهم رب العالمين في الجنة يتمتعوا فيها، يعني سبحان الله لهم فيها كل شيء. قالهم رب العالمين يا آدم غير هذه الشجرة، هذه الشجرة ما تمسوهاش، لا تقربوها، فلا تقربها، يعني باش رب العالمين دائما في الأمور تاع الشر رب العالمين يبغى يقطع لنا الطريق، في الأمور تاع الشر يعني الإسلام يستعمل أسلوب يسموه الأسلوب بخيفينيغ ميكوديغيغيغ، فالإسلام دائما يحب يبلع طرق الشر، فربي قال لا تقرب هذه الشجرة، يعني ما تجيش قاع من جهتها باش هكذا ما تغويك لا نفسك ولا تقعد بعد، لا تقرب، كما قالنا رب العالمين ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، يعني ماشي ما قالناش ولا تزنوا، قالنا كل حاجة تقربكم لها بعد، يا خويا الخلوة، يا خويا الهضرة في التليفون، يا خويا الأمور هذه توصلكم للمشاكل، بعد يا أخي بعد خير، بريفينير ميوكو جيرير، سبحان الله، فهذا هو مبدأ الإسلام. شوفوا في الخمر مثلا كيفاش الإسلام يضيق البيبان تاع الشر، فينعى الحاملها والمحمولة إليه زارعها بايعها باش يبلع يعني طرق الشر. إذن فالله سبحانه وتعالى يا إخواني قال لآدم عليه السلام لا تقرب هذه الشجرة، ولكن يا إخواني عداوة الشيطان، وهذه لازم كذلك ما ننساهاش أبدا، الشيطان ظل يوسوس لآدم وحواء، يوسوس لهم راه ربي منهاكمش عن هذه الشجرة، الله يبوزق أن تأخذي ستار يعني باش ما تكونوش من الخالدين، فوسوس لهم الشيطان، خطر يغلبوه، خطر يوسوس، خطر يغلبوه، حتى ضعفت نفسهما، لما ضعفت نفس الإنسان وقع في المعصية، واختش تضعف نفس الإنسان لما يغيب الإيمان وتغيب ويغيب تقوى الله وخوف الله سبحانه وتعالى، فيقع الإنسان في المعصية، فوسوس لهم الشيطان فأكل منها، ناقش قال يا آدم راه ربي ما منعكش من هذه الشجرة، كنت ما راكش باغيك تكون من الخالدين، ما باغيك تموت وكذا، لو كان تأكل منها ما تموت ما حد تكون من الخالدين، فوسوس له الشيطان، لما أكل آدم ناداهما ربهما ألم أنهاكما عن هذه الشجرة يا آدم، شو قلت لك ما تقربش هذه الشجرة، عندك الجنة كلها سبحان الله، وهذا من طبيعة الحرام سبحان الله يا إخواني، من طبيعة الحرام رب العالمين يعطيك 99 حاجة حلال يقول لك غير حاجة واحدة حرام، يقعد الإنسان يدور غير على هذاك الحرام هذاك سبحان الله، يقعد يدور غير على هذاك الحرام وتغذك الحرام هذاك، عندك 99 حاجة حلال مش جابك لهذا الحرام يا أخي سبحان الله، ولكنها عداوة الشيطان، الشيطان يضل يدور بيك يدور بيك يدور بيك يدور بيك حتى يوقعك في الحرام، أروف عندك الحلال سبحان الله العظيم، عندك الحلال، إذن فأكل منها فناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو، قلت لكم بلي إبليس راه عدو لكم يا آدم، وش بدك تسمع له؟ إذن فطأطأ آدم رأسه هو وحواء واعترف بذنبهما، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، تبرأ إليك يا رب، آدم عصى رب العالمين صح عرف كيف يتوب الحمد لله، آدم عصى رب العالمين صح تاب إلى الله، لكن الشيطان عصى ربي وحبش يتوب، وهذا هو الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس، آدم عصى رب العالمين وتاب، وإذا تاب العبد تاب الله عليه، أما إبليس ما حبش يتوب، استكبر وعاند فكان من الخاسرين، إذن فنزل رب العالمين آدم وحواء إلى الأرض وجعلها مستقر لنا لآدم وذريته، جعل الأرض مستقر لنا يا إخواني، فالأرض يا إخواني خلقت طاهرة، الأرض خلقها رب العالمين طاهرة، التربة طيبة مباركة، ولكن الناس هم اللي عمروها بالذنوب يا إخوان، الناس هم اللي عمروها بالذنوب، نعطيكم مثال يا إخواني، الحجر الأسعد الحجر الأسود اللي في الكعبة الناس تقبله، هذا الحجر نزل من الجنة أبيض كرم الحليب، ولكنه يشوفه كحل، الناس
يسلموا عليه الحجر الأسود كحل، كحلوه ذنوب العباد، ذنوب تاع العباد هم اللي كحلوا هذاك الحجر، وهو البيض أكثر من الحليب من الجنة. فالأرض كذلك يا إخواني نهار اللي خلقها رب العالمين خلقها طاهرة التربة طيبة مباركة، ولكن اللي ملوها يعني ذنوب أهلها والانحرافات والمخالفات يعني والجرائم والجنايات تاع الناس اللي فوقها. بني آدم هما اللي يعني هما اللي يعني ملوها ذنوب. أما الأرض في أصلها طاهرة طيبة مباركة، ولكن بنو آدم هم اللي ملوها ذنوب وانحرافات ومخالفات وجرائم وجنايات. ينادي الله سبحانه وتعالى، شوف يا إخواني كل ينادينا الله سبحانه وتعالى كل إنسان فينا عندما يدخل في قبره يناديه رب العالمين بهذا النداء، يا ابن آدم يعني حملوك على آلة حدباء، رفضوك على خشب صندوق تاع خشب يا إخواني، وجابوك لمثواك الأخير، جابوك لقبرك سبحان الله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ترى أخرى، وحطوك على شكل القبر، والقبر يقول لك بلسان حالي يا ابن آدم، القبر يقول لك، القبر تاع كل واحد منا كل يوم يهدر معاه، لما يحطوك عذاء، لما يحطوك باش يدفنوك القبر تاعك يهدر معاك يقول لك يا ابن آدم تركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ أنت اللي خليت الدنيا ولا هي اللي خلاتك يا ابن آدم؟ لأنه كثير من الناس يخلوا الدنيا، باعوا الدنيا هذه واشتروا الآخرة. الناس اللي تروح تصلي في الليل، الناس اللي تصوم الاثنين والخميس، الناس اللي تصدق، الناس اللي تدور الخير، الناس اللي ما تخدمش، هذو باعوا الدنيا واشتروا الآخرة. وكاين بعض الناس ماشي هما يخلوا الدنيا، الدنيا تخليهم، الدنيا تلفزيهم، ما عندي ما ندير بكم خلاص، باش نانكم كما نقول. فلما يوضع الإنسان على شفير قبره يا ابن آدم تركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ جمعت الدنيا يعني استفاديت من العمر اللي أعطاها لك رب العالمين، عمرتها شوية وقبر بنيتها، بنيتني ولا ما بنيتنيش؟ إيش ما خدمت للقبر هذا اللي تجي تروح وصلت ليه؟ إيش ما بنيته ولا راك جاي خاوي؟ لأنه قلت لكم يا إخواني الناس تبني كاجي يبني فوق، وكاين الناس اللي ربي أعطاهم العقل وأعطاهم شاهد العقل، فهذول عم يبنوا تحت الأرض، هذول يبنوا في قبورهم يا إخواني، هذول عم يبنوا في قبورهم، كثير من الناس تبني في قبورها قبل ما يستقلوها يا إخواني، وهذول الناس اللي أعطاهم ربي العقل، بعض الناس يخموا غيرك شحال يطلع الفوق، صح ما يتعبش عم يخمم شحال يبني لتحت، لا، ولهذا القبر تاعو يقول له أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ أعجلت المنية أم المنية عجلت؟ يعني أنت يا سبحان الله يعني حبيت حبيت لقاء الله سبحانه وتعالى ولا جابوك في السيف يعني كنت هارب يعني تحوسوا غير تزيد، يعني بعض الناس كل يسيب يعيش ويتعاملوا كل يحب غير يزيد، جبت لها الموت يخاف يا إخواني. يا ابن آدم يقول يا ابن آدم لقد خرجت من التراب وعدت إلى التراب، الله أكبر، هذا هو الأصل بتاعك، خرجت من التراب، يا اللي لك تتكبر وركي تتكبري وركي حاسب روحك ما كان والو، أنت أصلا تراب مداس بالأقدام، الأرض اللي تمشي عليها تحتها أموات، الناس راح مدفونين من تحت، كانوا يعني زين اللي عندهم ما مشتيش نفلهم، راح اللي عندهم ما حسيتهمش عندها في حياة، الرزق اللي كان عندهم، ولكن وين راهم الآن؟ إنهم تحت الأرض سبحان الله. إذا خرجت من التراب وعدت إلى التراب، لكن وين الفرق؟ لا ديفيرونس ولي، خرجت من التراب بغير ذنب، خرجت ورقة بيضاء ولا ذنب لك، وعدت إلى التراب وكلك ذنوب، عدت إلى التراب وكلك ذنوب، يا ابن آدم لابد لك من قرين يدفن معك، يقول لك القبر يا ابن آدم لازم واحد يدفن معك، لابد لك من صاحب يدفن معك وهو حي، هذا اللي يدفن معك يبقى حي ما يموتش، وتدفن معه وأنت ميت، أنت غادي تدفن معاه بصح أنت ميت، إن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما خذلك، اجعله صالحا، هذا القرين هذا سلوك رونتخي افيك توا دون تا طوم هو عملك، فإن كان صالحا إن كان كريما أكرمك، كان العمل تاعك عمل صالح فغادي تفيدك، غادي يفيدك
هذا تهرب عليك الناس، هذا وليدك يرجعوا يتلبسوا على الريفات، هذه تبكي المرأة زوج دمعات وتسكت، هذه يبكي الخو زوج دمعات ويسكت، هذه الناس تبرى منك وتحوس بهم يتفلوك، ها؟ يحوسوا بهم يتقشوا في التراب، هنا تصيب هذا الصاحب هذا اللي هو العمل تاعك، الشيء اللي خدمته، الشيء اللي قدمته، ها؟ فإن كان كريما إذا كان عملا صالحا فاحمد الله، وإن كان لئيما إذا كان تساقيك أحلى فلا تلومن إلا نفسك، اجعله عملا صالح. اجعله عملا صالح لانه غادي يبقى هو حي وانت ميت، هو اللي غادي يهدر عليك. سيتون ابوكا عملك الصالح هو ابوكا اللي غادي يدافع عليك وتبر، هو اللي غادي يدافع عليك بين يدي الله. عملك الصالح، عملك الصالح. اذا فالارض يا اخواني قلت خلقها رب العالمين طاهره، خلقها رب العالمين طاهره يعني طيبه مباركه، ولكن حنايا بنو آدم حنا جمعناها بالشر، حنا جمعناها بالذنوب، حنا اللي كحلناها سبحان الله العظيم بالمخالفات والانحرافات. يعني الشيء اللي راه يوقع فوق الأرض، الشيء اللي راه يصرى فوق الأرض اليوم يا إخواني شيء يعني ربي يستر بينا يا إخواني. الأرض راه تشفق منها، الأرض راه تشفق منه يا إخواني، المعاصي والذنوب اللي راهي، هذا الدم اللي يصير بالظلم، هذا اللي يعني المنكر، هذا اللي يعني الفواحش اللي راهي واقعة فوق الأرض سبحان الله. يعني الأرض بروحها تتزلزل منهم يا إخواني، نسأل الله السلامة. فأول جريمة يا إخواني على قلت لك أحد، أول جريمة وقعت على الأرض يا إخواني، أول جريمة هي هذه الجريمة تاع قصة بني آدم، أول جريمة. وهذه الجريمة، هذه الجريمة وقعت يا إخواني بسبب واحد، بسبب واحد سبحان الله، وهو السبب اللي كان بين إبليس وبنى آدم، اللي وقع بين إبليس وبنى آدم. مش هو وقع الحسد، قال أنا خير منه، لا جلوزي مسؤولية فلوية، هذا هي، هذا هو اللي وقع لإستوار أونتر آدم في إبليس، هي ستين إستوار جالوزي سبحان الله. إبليس غار من آدم، إبليس حسد آدم عليه السلام فأعلن له العداوة. فالقصة بين أولاد آدم هي قصة الحسد اللي وقع بين آدم وإبليس، فوقعت بين الخاوة قصة الحسد لا جلوزة. فإبليس خالف أمر الله سبحانه وتعالى، إبليس يعني إبليس حسد آدم فخالف أمر الله سبحانه وتعالى في السجود لآدم ووسوس له حتى أخرجه من الجنة. ثم جاء أولاد سيدنا آدم اللي غادي نهضروا عليهم إن شاء الله، فواحد منهم حسد لآخر سبحان الله، واحد منهم حسد لآخر فحتى وصل أنه قتله. لهذا رب يقول واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إن قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، إذن فحسد أخاه فقتله. يا إخوان إن شاء الله أولا لازم نفهم مليح الأمور باش تفهم هذه. فأولا يا إخواني حواء اللي هي أم امرأة، حواء يا إخواني حسب أهل التفسير وحسب أهل التفسير والعلماء حواء، إذا حسبنا أولاد حواء كلهم يعني تربت كما قال انايا جلاس هذا البنت
اللي هي شابه وكل شيء، ولد ديالها هذه اللي ماهي شابه، ما قبل سبحان الله العظيم. فتحاتموا لبوهم ادم عليه السلام، ادم الى في لابيت اونتر اوف، قال لهم غاوزي باش ما يدخلش الشيطان وتوصلوا الحاجه اللي ماشي مليحه، فشتروا كل واحد فيكم يقرب قربان، كل واحد فيكم يقرب قربان، معناتها كل واحد فيكم يخرج صدقه، قربان حاجه تقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. فاللي يتقبل القربان تاعه هذا يدل لا لا لا. اذا فقابيل يا اخواني، قابيل اللي هو الولد الاول كان يخدم الفلاحه، سيدي انا قلت لك يخدم الفلاحه وكذا، وهابيل كان يعني المواشي الغنم والبقر والحلم يعني متلهي بالهم. فقابيل راح جاب يعني شيء من 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 الزرع تاعو، نابورت كوا، جاب نابورت كوا يعني حاجه اللي ماهيش يعني يعني ماهيش يعني ذو قيمه، يعني حاجه مخيره ولا حاجه، جاب اي حاجه هكا برك يعني. وهابيل راح عنده الغنم وكل شيء، راح خير الخروف المخير، جابه الخروف المخير في الغنم تاعو جابه وقربه لله سبحانه وتعالى، وخرجوا هما وادم. اذا قابيل هابيل ومعاهم ادم بوهم، وباش يعني كل واحد فيهم يقرب قربان في ثلاثه، وكان كيقرب القربان تنزل نار من السماء، ربي ينزل واحد النار من السماء، وهذيك النار تاكل الحاجه اللي يقبلها رب العالمين، والحاجه اللي ما يقبلهاش ربي ما تاكلهاش النار. فلما هذاك ذبح الخروف المخير في الغنم تاعه، والاخر جاب الحاجه الثانيه في الزرعه تاعو، كاع الحاجه اللي ما تتكلش جابها فريمون، وقال هيا نقرب انا. اذا فنزلت النار فاكلت الخروف اللي قربها به، القربان اللي قربها به. فعلم ادم بان ربي قبل من هابيل ولم يقبل من قابيل الشيء اللي تقرب به الصدقه تاعو. فقابيل هذاك وين زاد الحسد، كيف ربي يقبل من خويا وانا ما يقبلش مني، وقال لباباه راك جيت معاه وراك دعيت ربي باش يقبل منه وانا ما دعيتيش انا باش يقبل مني. فقالوا انما يتقبل الله من المتقين، يا ولدي راه ربي يقبل من المتقين، الناس اللي داروا العمل تاعهم خالص لله، الناس اللي يقربوا لله احسن ما عندهم. انت جايب لي الحاجه الثانيه اللي ربي يقبل منك وما درتهاش لله، شوف خوك كيفاش قرب احسن ما عنده. فلهذا يا اخواني سلعه الله غاليه، وهذا درس، هذا درس. كاين شي عباد بنات ما يتباعلاش خلاص تدوز الهوايش وما ياكلوش، هاكي هاكي تصدق عليا، تصدق من الطيب، من الاجود ما عندك، من اجود ما عندك سبحان الله. هاو الحاجه اللي ما تكلتش ولا قاعده في الكونجيلاتور 7 ايام، خفت على روحك لا تنضر، قالوا والله ما تصدق عليا، ماهيش صدقه هذه يا اخي. لك باغي صدقه وتكون مقبوله، قدم الحاجه المخيره مم العين كما نقول، او تعطيني المدود انا وتعطيني الخامس وتعطيني كذا وتقول لي صدقه عليا، لا. فجود باحسن ما عندك يا اخي سبحان الله. اولاد اللي كيما تاع الجامعه كيجيبوا الصدقه، ياكل هو اللحم ويقول لك روح تاكل الطعام، خلي لي اللحم وكل انت الطعام. بزاف في الجامعه عندنا يا اخواني يديروها، يطيح لك على اللحم ياكله هو الاول، ومع الجماعه روحوا تاكلوا الطعام. مي يا صاحبي لو كان بغيت الناس ياكلوا الطعام، كون خليت المرشو تاع اللحم نقسموا مع بعض. انت ضربت اللحم وانا ناكل الطعام. فهذا يا اخواني سبحان الله، فلهذا الانسان قال انما يتقبل الله من المتقين، سبحان الله. انما يتقبل الله من المتقين. فهذه علامه لابد الانسان، ولهذا يا اخواني دائما لما نقول لكم كي نصلوا كي نصوموا كي نصدقوا كذا، دائما لازم الانسان يدعي رب العالمين باش يقبل، لانه ما دريناش يا اخواني هل يقبل ربي ولا ما يقبلش. ها هو ربي يقول انما يتقبل الله من المتقين، انما يتقبل الله من المتقين. واتلوا عليهم نبأ ابن ادم بالحق اذ قرب قربان فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال لاقتلنك. شوف الحسد وين يوصل، لا اقتلنك. يودي وانا وش ذنبي يا اخي، ربي قبل وانا وعيش قتلني يا اخي سبحان الله، ربي قبل الصدقه تاعي وانا علاش ذنبي انك تقتلني، قال لا اقتلنك سبحان الله. قال انما يتقبل الله من المتقين، لو كان درتها مليحه مع ربي وخرجت الحاجه المخيره من عندك عند ربي كان ربي يقبل، او انت خرجت الحاجه
حاجة اللي قاعد ما تطلعش. ثم وش يقول له؟ لئن بسطت، هذا العاقل الخلاخر هابيل، قالوا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يعني إذا كان حب تقتلني ده، أنا يا أخوي أنا ما نقتلكش، ترفض يدك باش تقتلني أنا ما نرفضش يدي يا أخي، حتى ما ندفعش حتى على روحي. سبحان الله، إني أخاف الله رب العالمين. لا إله إلا الله، شوف الإنسان المؤمن، إني أخاف الله رب العالمين. لما بغى يتصدق، لما بغى يتصدق راح جاب الحاجة الخيرة اللي عنده. لما أخوه قال له أنا قلت لك، قال له أنا ما نقتلكش يا أخي، أنا لا، أنا ما نرتكبش هذه الجريمة، إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو جواب الإنسان المؤمن في كل شيء. سيدنا يوسف، سيدنا يوسف لما امرأة العزيز راودت، سبحان الله، قال رب السجن أحب إلي بما يدعونني إليه، إني أخاف الله. هذا يا ريت نتعلم هذه الكلمة، إني أخاف الله، لا نخاف بوليسي ولا نخاف مسؤول ولا نخاف باترو، إني أخاف الله. ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال إني أخاف الله، أخاف الله. هذا هو المؤمن، إني أخاف الله. شوفوا الكرش يا إخواني، تشيب سبحان الله ماشي كيف كيف. هذه ثاني درس، بطن واحدة، أم واحدة، هذا فيه الشر والعياذ بالله، وهذا شوفوا الخير، يتكلم غير بالخير. إنما يتقبل الله من المتقين، كي تصدق في الحاجة مليحة، إني أخاف الله، ولاخر يا لطيف الشيطان عانيه لا أقتلنك. فقالوا إني أخاف الله. نزيد يقول إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار. إذا ذكرها بتقوى الله، ذكرها بخوف رب العالمين، وذكرها بالنار. شك بغي الدين لك، غادي تدي إذن، غادي تكون من أصحاب النار، خوف رب العالمين فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. جزاء الظالمين، ناس اللي يظلموا، ناس اللي يقتلوا الناس بغير حق، ناس اللي يتعدوا، ناس اللي يظلموا، ناس اللي يقطعوا الطريق، ناس اللي هذا ظالم والظلم حرام، سوف تتعدى على شيء رب العالمين حرم أن تتعدى عليه. النفس، هذه الروح اللي فيك، هذا النفس، هذه الروح اللي فيك ما هيش ملكك، هذه ملك الله، لا يجوز لك أن تتعدى عليها، لا يجوز لك أن تتعدى عليها. وكيف تتعدى عليها؟ كيف تعديت على البشرية كلها، رك تعديت على البشرية كلها. يقول رب العالمين فطوعت له نفسه قتل نفسه وقتل أخيه. سبحان الله، سولت له نفسه وزينت له النفس بتاعه، زين له الشيطان، قال له الشيطان يا قابيل تعرف شي يهنيك؟ ما يهنيك غير تقتل خوك، هكذا ما يبقى لك، تدي المرأة وتدي الغنم بتاعه وتدي كل شيء، فقلت له تهنى تديهم قاع ويزول، تدي الغنم وتدي اللي زادت معاه واللي زادت معاك. الشيطان يزين للإنسان، كما زين الشيطان لأخوة يوسف، الشيطان زين لهم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. الشيطان يزين لك الوقوع في الفاحشة، الشيطان يزين لك الرقاد، يقول لك الرقاد مازال الحال، بصح كي تطلع تمشي يقعد يضحك عليك، يقول لك إني أخاف الله. الشيطان يزين لك الدنيا ويلعب بيك، بصح يوم القيامة يخطب عليك خطبة الخزي. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم هذا الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يحرقك هكا يطلقها لك حامية، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أش قاعدين تحوسوا علي أنا وين راه وين راه وين راه، لوموا أنفسكم. أنا قلت لكم أرواح أضرب جيتو تجلو، وليت متعلم منكم أنا، كاين الشيطان يتعلم منهم اليوم. سبحان الله، إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وفعلا قتل أخاه، قال أنا ما يهنينيش ما يفكنيش بين قتله. وفعلا سبحان الله، يعني رفت صخرة، رفت حجرة وردخه بها، خبطه بها للرأس فأرضه قتيلا. سبحان الله، ثم أصبح من النادمين، كي شاف خصيمات قطع التنفس قطع الحركة نزل يا ولي شدر باب شدر. فبعد عجز ما يعرفش أول جريمة قتل، زي البرومي كريم سيختار، زي البرومي كريم سيختار ما يعرفش من يجيل هذا الوقت، كيف يجيل يخليه للسبع يأكلوه، يخليه للطير يأكلوه، كيف يجيل الخوف. فمن رحمة الله سبحانه
وتعالى يا إخواني، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. بعث رب العالمين واحد الغراب بالمنقار بتاعه يحفر في الأرض باش يدفن حاجة هو ثاني كذلك. فشافه قابيل، شاف الغراب كما قاعد يحفر في الأرض، قال يا ويلتي أعجز، علاش ما نديرش هذا كما الغراب؟ ثانيا أنا نحفر الأرض وندس خويا تحت الأرض. وهنا جات سنة الدفن لونتيرمون، سي أباغتيغ دو لا ويفني لونتيرمون، سبحان الله. ثم كذلك في قصة الغراب، شوفوا سبحان الله رب العالمين في قضية العلم، نسافوار أن الإنسان يتعلم من أي حاجة، يتعلم من هذا الإنسان حتى من الحيوان تعلم. العلم ما فيش عيب أن يتعلم الإنسان، تتعلم حتى من الحيوان، هذا الطير تتعلم من قابيل كيف يوارس هذه. إذا الإنسان من يصاب العلم يطلبه، يطلب العلم، تتبع عند قاوري، تتبع عند مش عارف أنا يا مسلم غير مسلم، إذا صبت العلم اطلب العلم يا أخي، اطلب العلم حتى ولو من حيوان، تعلم، تعلم سبحان الله. إذا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، فأصبح من النادمين على الفعل بتاعه. ولكن خلاص ارتكب الجريمة، ارتكب الذنب، قتل نفسا بغير حق، قتل نفسا ظلما، أجرى الدم على الأرض أول إنسان. ولهذا يا إخواني رب العالمين كتب القابيل، كتب القابيل بأن كل نفس تموت، كل نفس تقتل إلا ولقابيل فيها الإثم، يعني الكونتور تاع السيئات تاع قابيل مازال يدور، بمعنى واحد آخر فصيل يعني سهل، الكونتور تاع السيئات تاع قابيل مازال يدور. كل ما مات واحد ظلم، كل ما قتلوا واحد فوق الأرض ظلما ولا واحد انتحر سويسيد يعني، فقابيل عنده فيها الإثم، يدي من الإثم، لأنه هو الأول اللي قتل، هو الأول من سن سنة القتل. ولهذا صح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سن سنة حميدة أو حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، ومن سن سنة سيئة فله وزرها أو عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. إذن فكل جريمة قتل توقع في الأرض إلا ولقابيل فيها النصيب، يزيد السيئات عليه، على لأنه هو أول إنسان قتل فوق الأرض، وأول مقتول، وأول مقتول فوق الأرض هو هابيل خور، هو هابيل خور. ولهذا رب العالمين من أجل ذلك، من أجل ذلك، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تصوب لي جامع من الظلم ومن القتل، إذن فلك الأجر، ولك يعني يعني ال 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 يعني كأنما أحيت هذه النفوس. إذن فهذه يعني إذن فلما قتل قابيل أخوه هابيل، لما قتل قابيل أصبح من النادمين، أصبح من النادمين. وكتب عليه رب العالمين جريمة القتل، أنه أول من قتل فوق الأرض هو قابيل يا إخواني إن شاء الله. إذن فهذه هي قصة يعني قابيل وهابيل يا إخواني، وما فيها من الدروس، وما فيها من الدروس إن شاء الله، والعبر، والعبر نسأل الله سبحانه وتعالى أننا نكون إن شاء الله استفادنا من هذه القصة إن شاء الله. إذن إن شاء الله يا إخواني يعني يعني آدم عليه السلام كما قلت يا إخواني إن فاكر الله يعني إلى في تصاد يعني شغلاتير شغلاتير، فجعل رب العالمين حياة الإنسان، حياة الإنسان وحياة آدم فوق الأرض بعد ما وسوس لهم الشيطان في الجنة وكذا وأخذ إذن، فيعني وتاب آدم، وتاب آدم يعني ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني آدم يعني يتصادي شغلاتير avec son épouse et il a commencé la lutte pour la يعني la survie. يعني فآدم عليه السلام إخواني رب العالمين علمه الأسماء كلها،
الله سبحانه وتعالى إلى آدم إلى في أون ميموار يعني لي باغول دو سون سينيور إلى أبخي كوم راجل سي باغ بوغ لا لو بوبلومون إلي سي إيغالمون لي لينيور يعني أديتي إيغالمون لي لينيور بوفون لو كيدي دون لي تينيب إي يعني أتيني لي ديفيكولتي يعني أنبوشي كال يعني لي ديفيكولتي كي رونكونتر آدم عليه السلام. Elle, yani, elle a eu sa première grossesse, à l'issue de laquelle elle a mis au monde deux enfants, un garçon et une fille. Les parents en furent très heureux. Et la fille yani, le premier garçon, il s'appelle Abil. Il s'appelle Abil. Et la fille qui était belle. Elle était charme, yani, d'une beauté et d'une charme vraiment. Il
n'oublie jamais sa haine éternelle lorsque Allah lui a ordonné de se prosterner devant lui et qu'elle avait refusé avec fierté et en proférant yani, des menaces et des mises en garde. Et l'occasion se présente pour lui de se venger encore une deuxième fois et il n'a pas hésité à le faire. Il incite yani, Adam, à la, yani, le fils d'Adam à la désobéissance. إذن فلكي يوقعه في العصيان كما أوقع أباه وبدأت في أسيك لبروبو إذن كمبورتمان دو قابيل كمانس أتر إمبرينيي دو رنكو السمي أمونتي يعني أمونتي أمونتي دو ستوليتي دو ستوليتي أنفر سون فخير آدم يعني آدم عليه السلام إلى بولي باش il met fin à cette rancœur et à cette yani, hostilité yani, de Qabil envers son frère. Adam a rad an yakba hadihi al-fitna. Wihkum Allah fi sha'nihima. Adam il a demandé yani, à ses deux fils yani, an yuqarrib kullu minhuma qurbanan ila Allah subhanahu wa ta'ala. Idan, pour que chacun il attribue yani, entre yani, eux يعني leur يعني suggéra de faire chacun une يعني oblation au créateur et celui dont l'offrande sera acceptée verra son désir se réaliser. إذن وكما قلنا باللي كان قابيل c'était un agriculteur وهابيل c'était يعني sa يعني sa يعني dans le يعني le bétail.